ابدا برنامج ريفت هلاقي الواجهه بتاعته قريبه شويه من الاوتوكاد، ما ببداش اقول له افتح لي مشروع او افتح لي اي حاجه، يعني ما ببداش اقول له نيو. انا عايز ان لو قلت له نيو على طول هيفتح لك تمبلت. التمبلت دي ممكن ما تبقاش متظبطه مع الوحدات اللي احنا عارفينها، ممكن تلاقيها باوند انش، فبالتالي بنفتح تمبلت قريبه من الايجيبشن النظام المصري بتاعنا. طيب التمبلت اللي هنفتحها دي بنفتحها من قائمه اوبن. لازم التمبلت دي تكون معاك تنزلها من على النت او انا اديها لك او اي حاجه. التمبلت دي انا هديها لكم ان شاء الله، هتلاقوا فايل كده بديه لكم، حد يديني فلاش في اخر الحصه. هيبقى في تمبلت وفاميليز، وهنعرف يعني ايه الفاميليز كمان شويه. كورس 2 ريفت التمبلت اهي، تمبلتس اللي هي دي الاستراكشر ديفولت متريك، تمبلت الوحدات بتاعتها متريك. هقول له اوبن، هيفتح لي التمبلت دي. التمبلت دي فاضيه بس ايه متظبطه، يعني وحداتها متظبطه، الدايمنشنز بتاعتها متظبطه كده. هو طبعا انت لو هي كانت على نسخه قديمه هيبتدي هو يحولها، هي كانت على 13 فبالتالي هو بيعمل لها ابديت يخليها 14، حاجه زي دي بتاخد وقت. طبعا انت لو بتفتح فايل ريفت 2013 على 14 ما بيفتحوش على طول، يبتدي ياخد وقت عقبال ما بيحوله. طب هي لو اتحولت كده عشان مش كل مره تيجي تفتحها يقعد يحولها، ممكن تعمل لها سيف، سيف اس تمبلت، ومثلا ممكن نسميها ديفولت متريك 2014 سيف. الواجهه بتاعه برنامج الريفت بتظهر بالمنظر ده، عباره عن ايه؟ اول حاجه عندك في حاجه هنا اسمها البروجكت براوزر، وفي حاجه هنا اسمها القائمه بتاعه بروبرتيز. انت اول ما بتفتح الريفت، اول حاجه زي الاوتوكاد بالظبط، عارفين الريفت بتبقى موجوده في الاوتوكاد اللي هي ادوات الرسم والتعديل واللايرز والكلام ده، بتبقى موجوده فوق، وساعات بتلاقي قوائم على اليمين وقوائم على الشمال. هو هنا في قوائم على اليمين وعلى الشمال بس مش زي بتاع الاوتوكاد. اول قائمه على اللي هي الشمال اللي هي البروجكت براوزر اللي بيوضح لك انت واقف في ليفل كام، واقف على انيفيشن نورث ولا ساوث ولا ويست ولا ايست ولا ايه بالظبط، واقف على ليفل 1 ولا 2 ولا 3، او واقف في 3 دي، واقف عند سيكشن، واقف في كذا، بيقول لك نوع الويندو اللي انت واقف فيه. عايز تغير السويتش ما بينهم عمال بتغير من هنا، يعني انت ممكن نطفي النور كده عشان تجيب بالك. يعني انا هنا مثلا ممكن اقف عند ليفل 1 او ليفل 2 او ممكن اقف في 3 دي او عند اي اليفيشن من دول، فانا لو عايز اسويتش ما بين الاليفيشنز او عايز اسويتش ما بين ال 3 دي او السكاشن او اي حاجه ببتدي اختار ما بين الحاجات دي. طيب نيجي هنا بقى في القائمه بتاعه بروبرتيز، اي حاجه بتمسكها، اي حاجه بترسمها، اي حاجه بتشتغل بيها جوه الويندو دي بتلاقي البروبرتيز بتاعتها القائمه بتاعتها ظهرت. يعني انا واقف هنا في البلان يقول لك الاستراكشر بلان اللي انت واقف عليه ده، السكيل بتاعه كام، عند الاليفيشن كام، وهكذا. بترسم كاميرا يبتدي ايه؟ بروبرتيز بتاعت الكاميرا تظهر هنا، ابعادها، الدايمنشنز، الماتيريال، الستارت اليفيشن، الاند اليفيشن، كل حاجه ليها علاقه بالكاميرا بتظهر هنا. فاكرين لما كنا بنتكلم وبنقول البرم ان احنا بندخل داتا، بنعمل نمزجه للمعلومات، فانت اي حاجه بتدخلها بتدخل المعلومات بتاعتها هنا الاول. يبقى هنا انا عندي الاستراكشر او البروجكت براوزر، وهنا عندي البروبرتيز بتاعت اي حاجه انا شغال عليها. اما بقى عايز ارسم، عايز اعدل، هي منين؟ من القوائم اللي فوق. طيب انا عشان ارسم اي رسمه على الاوتوكاد او على اي برنامج، اول حاجه ببتدي اعملها ايه؟ هي الاجساد، صح؟ عشان اعرف ارسم. فاول حاجه لما اشوفها في البرنامج ده ان انا ارسم الاجساد، بس لازم قبل ما ارسم الحاجه زي ما كنا بنعمل على البرنامج الساد نتاكد من اليونت، لان انت لو رسمت الاجساد باي يونت ونفكر ان الخمسه دي 5 متر وهي 5 مني، يبقى انت كده رسمت حاجه ثانيه واضطر تعدل من الاول. فانا عايز اعرف الوحدات اللي هو شغال فيها ايه وعايز اعدلها. ففي قائمه عندنا هنا اسمها قائمه مانج، هي القائمه دي هخش جواها. التسجيل شغال. قائمه مانج دي هلاقي جواها ايه بقى؟ هو طبعا عشان انا مصغر الويندو فهتلاقي الكلام مش مكتوب. في بقى يونتس، ديزاين اوبجكت، بروجكت مانجر، هي فين؟ حد شايفها؟ هنا اللي جنبها، اللي جنبه يطلع منها، هي دي انزل واحده، هي دي بروجكت يونتس. تمام. هو طبعا انا بس عشان مصغر الويندو، الويندو عندي باينه هنا انها
كده. لكن هي لو مفتوحه بيكتب جنبيها كل واحده ايه، يعني كل واحده دي بتاعتها. الصغير الابيض ده بندوس عليه ثلاث مرات، مره كده مره لا. ما هو انا معاك، هو دي لو انت عايز تعمل ريفرش وتشوف الويندوز. بس انا عارف هو انت الويندو حل حتى في الاوتوكاد، لما انت بتضيق بتلاقي بارز راحه. يعني انت لو جيت بصيت هنا هتلاقيه مش واخد الفول سكرين بتاع اللابتوب، واخد جزء منه، فبالتالي جمع لك دول في حته. لكن انت لو شغال، لو اي حد فاتح الريفرت قدام هتلاقي دول معمول لهم اكستراكتنج كده ومفتوحين ومكتوب على كل واحده اسمها ايه. طيب فهنا لو عايز اجي اقوم ادوس على بروجكت يونتس واقول له ان اللينس بتاعها مثلا، هو هنا شغال اللينس بالايه؟ بالملي. انا هقول له لا انا عايز اشتغل بالميتر، وهقول له اوكي. يبقى انا كده شغال بالايه؟ بالميتر. طيب انا عايز ارسم الاكسس، فبخش جوه قائمه ستراكشر. اول قائمه دي، القائمه دي هي اللي برسم بيها كل حاجه، هي دي الليبرو بتاعنا او اللي شغال بيعمل كل حاجه. عايز ترسم كاميرا، لو عايز ترسم كاميرا هتلاقي الكاميرا مفتوحه. طبعا لو انا عندي الشاشه كبيره كنت هتلاقي دول مفتوحين زي الكاميرا بالظبط. كنت هتلاقي الوولز والكولمز والدوتس كلهم معمولين اكسباندنج واسعين كده. فلو عايز ارسم بيم هدوس على بيم، عايز ارسم وول هدوس على وول، كولوم فلور. هي دي معظم الحاجات اللي بنرسمها في الخرسانه، كاميرا وبلاطه وعمود وحيطه اللي هم الاربع دول. لو انا شغال ستيل هرسم تراس، هرسم بريسنج، هرسم سيستم بيمز او اي حاجه من الكلام ده، فاخش على دول. طيب بعد كده هرسم قواعد ايزوليتد او راف، او عايز ارسم اللي هو قواعد شريطيه، او عايز ارسم راف فاونديشن من السلاب دي، فبالتالي هخش على دول. يبقى انا عرفت لو انا عايز ارسم ستراكشر هخش على دول، عايز ارسم الستيل ستراكشر هخش على دول، عايز ارسم الاساسات هخش على دول. طبعا لو تسليح بخش هنا، بس سيبنا من التسليح دلوقتي، خلينا في الرسم بتاع عظم المنشأ. بس انا قبل ما ارسم بيم انا عايز حاجه توجهني انا برسم البيم دي على ايه، فبالتالي محتاج ان انا ارسم الايه؟ الجريدز، او اللي بنسميها الاكسات اللي هي دي اللي هي بالمنظر ده. طبعا ديت انا اول ما اجي اقف عليها بيقول لي ان انت كده هترسم جريدز، واول ما ابدا وارسم جريدز هلاقي الاليفيشنز ابتدت فتحت. بس الاليفيشنز دلوقتي مش مفتوحه عشان انا واقف في ليفلز، فالليفل اللي هو الاكس واي بلين تقدر ترسم فيه ليفل 1 دوت اللي هو على منسوب 3، هو اصلا لوحده ليفل منسوب 3. طب افرض انا عايز اعرف منسوب جديد او ارسم منسوب جديد، يبقى اقف في حاجه فيها اليفيشن وارسم ليفل والثاني والثالث والرابع. طيب خلينا اول حاجه نرسم جريدز. فلو عايز ارسم جريدز كده، ادي الجريد الاولاني مثلا، بص كده عليه، رسم لك خط، الخط ده مقطع وكاتب لك هنا الرقم ايه؟ 1. طيب تعالى دوس على الخط ده كده هتلاقي فيه علامه صح هنا. لو انا دوست عليها كده فين واحد ده؟ ما بقاش موجود. طيب لو انا دوست على علامه الصح هنا الواحد ظهر. تمام، يبقى اذا علامه الصح اللي جنب البوكس ده اللي تشيك ان اللي على البوكس دوت، لو انا دوست عليه بيظهر الواحد او يخفيه. نفس الكلام الناحيه الثانيه، لو انا دوست على البوكس ده هيظهر لي الواحد اللي هنا. افرض انا عايز اظهرها من ناحيه واحده، يبقى ايه؟ معلمش على ده. كمان انت لو جيت بصيت كده هتلاقي علامه الالبو، الالبو ده اللي هو عارفين الالبو في الهيدروليكس اللي هو الكوع. لو انت دوست على الكوع دوت هيبتدي ايه؟ فصل لك دي، تقدر تطلعها تنزلها، ده لو الاجساد خابطه في بعض. فانت تقدر ايه؟ طيب انا عايز ارجعها زي ما كانت، هاتها كده ستريت زي ما هي، يرجع الالبو زي ما كان. طيب افرض انت عايز تاخد اكس كمان ترسمه، ممكن تيجي برده على ستراكشر تاني تقوم راسم جريد وتقوم جاي كده. بص اول ما بتقرب من الجريد بيبتدي ايه؟ يعد ديستانس وبعد كده ترسم. تمام؟ طب افرض انت عايز تغير المسافه دي، بدل ما هي 8 تخليها 5، هتقوم دايس 5 هتلاقي المسافه اتغيرت. هتدوس 10 هتلاقي المسافه اتغيرت، فانت عمال بتغير السبيسنج. وهو اوتوماتيك قام راح مسميها ايه؟ 2. على فكره انا مش لازم اروح وادوس على ستراكشر واقوم دايس على جريد تاني، انا ممكن وانا واقف على الجريد الاولاني ده امسكه كده وانا دايس على كنترول كانك بتاخد منه كوبي. تمام؟ يعني وانت دايس على كنترول كده تقدر تاخد منه كوبي وتدي له الديستانس اللي انت عايزها. او ممكن تعالى مثلا نخلي ده 5. طيب افرض انت عايز تحازي دول ببعض، تقوم جاي انت عامل موف لده او جاي ماسك النقطه دي هنا، شوف اول ما قربت منها ايه اللي حصل؟ بيقول لك انت كده بقيت على الايه؟ على الموازاه بتاعتهم، فكده الجريد ده
بقى قريب من ده. طبعا هو حطيت لك هنا الدايمنشن لاين، لو انت عايز تمسحه ممكن تعمل له ديليت. طيب افرض انت عايز تعمل اوفست زي ما كنا بنعمل على الاوتوكاد، هتيجي هنا في زي ما في ستراكشرز، اهم قائمتين عندنا بالنسبه للريفت الانشائي هي ستراكشر وموديفاير، دول يعتبروا من اهم القوائم اللي انت بتشتغل ما بين الاثنين دول. الرسم يبقى على طول انت رايح على ايه؟ ستراكشر، ترسم كاميرا، عمود، بلاطه، حيطه، جريد. طب افرض انت عايز تعدل، عايز تقص كاميرا، عايز تقص حيطه زي ما كنا بنعمل ترام واكستند، عايز تعدل، يبقى من قائمه موديفاير. هتخش على قائمه موديفاي كده هتلاقي الاوامر اللي هي بتاعه الكوبي والبيست والترم والموف وكل الكلام ده. يعني حاجه زي دي قائمه اسمها الاين، لو انت عندك خط وعايز تربطه بخط تاني او عايز تخليه بموازاه خط تاني فبتقول له الاين الخط ده على الخط ده. طيب لو انت وقفت على اللي بعديها ده الاوفست اللي كلنا عارفينه، لو انا عايز عندي خط وعايز اعمل اخوه بعد ديستانس معينه فدوس على الامر ده وادوس على الخط واقول له الاوفست ديستانس بتاعتي بكام ويرسم الخط اللي على بعد مسافه معينه ده. الموف انت يا دوبك تعمل تدوس على امر موف، تمسك الشكل وتقوم محركه، مش لازم تدوس على موف، انت ممكن تمسك الشكل كده، شايف على طول علامه السهمين ظهرت اول ما مسكت الشكل. طيب ده بالنسبه للموف. طب ده كوبي، افرض انت عايز تاخد كوبي من حاجه فتقوم دايس على امر كوبي دوت. انا بالنسبه لي كوبي ان انا بدوس على اي حاجه مع كنترول كده كان انا باخد كوبي منها، من غير كنترول يبقى انا بعمل موف، فده اسهل لي. طيب بعد كده دول عارفين فاكرين الفلت بانجل زيرو، في حاجه شبه الفلت كده ودي حاجه شبه الاكستند ودي مالتي اكستند، يبقى عندك لاين وعايز تمد عليه كذا خط، دي اللي هي بتقول عليها اوامر التعديل او الايديتنج تولز، رسمت حاجه وعايز تعدل. يبقى عندنا حاجه زي اللي هي الاوبشنز بتاعت الرسم من ستراكشرز، الاوبشن بتاعت التعديل من موديفاير. اوكي دول اهم قائمتين، عايزك كده اول ما تروح امسكهم واقعد جرب كل امر فيهم، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، كل ما تقف على امر يقول لك ده بيعمل ايه، وكمان يسيب لك فيديو كده يبتدي يحمل ويرسم لك حاجه ويجرب لك حاجه قدامك كانها بتتعمل ازاي. فجرب كده كل الاوامر دي بتعمل ايه، احنا هنعملها مع بعض بس برضو لما تروح البيت جرب شوف الكلام ده بيتعمل ازاي. طيب افرض انا مثلا عايز اعمل اوفست على ديستانس مثلا 5 متر، شوف انا اول المفروض عندك اوفست بيبتدي نيوميريكال، انا عايز اديله اوفست ديستانس مثلا المفروض 5 متر، المفروض انا لما اجي اقف على اي لاين يبتدي يعمل اوفست. ايه؟ لا ما هو جريد برضه بتعمل لها اوفست. طيب ماشي مش مشكله. انا مثلا هعمل لاين كده لاين كده، انا بس عايز اديكوا اي اكزامبل، وبعد كده هعمل ستراكشر جريدز. على فكره انا لو عايز اغير الترتيب بتاعهم يعني ديت عملها 6 صح، انا ممكن اغير دي واكتب عليها ايه، حرف الايه، وبعدين انا لو خدت كوبي منها كده على طول هو هيسمي الثانيه بالتبعيه بي، اللي بعديها سي، اللي بعديها تي، وهكذا. تمام. طيب عايز تبين اللي هو الاسم السيركل الثانيه ممكن تعلم على علامه الصح دي، عايز تخش جوه الاوبشن بتاع الخط ده يبقى على طول عليا وعلى ايه بروبرتيز، اخش جوه البروبرتيز بتاعته واعدل فيه، اقول له ايديت تايب. ايديت تايب ده انا ممكن اعدل فيه حاجه، تعدل فيه ايه بالظبط؟ لو انا جيت قلت له ايديت تايب هتلاقي كل الاوبشنز بتاعت الخط ده، اللي هو الخط بيقول لك ان ده بابل والبابل بتاعته 6.5 مللي، في حاجه اسمها خط 6.5 مللي البابل بتاعته كاستم جاب. ايه الكاستم جاب ده؟ بيسيب جاب ما بين السيركل والخط، يعني ايه اللي هو
كان الخط بتاعك ده كده يقوم سايب شويه جاب كده ما بينهم، يقول لك في كاستم جاب ما بينه وما بين الخط اللي انت بترسمه. بعد كده طب تعال نجربهم واحده واحده، يعني لو جيت هنا قلت له كاستم جاب وقلت له اوكي، شوف ايه اللي حصل هنا. هتلاقي الخط بتاعك لا كاستم جاب ده اللي هو بيخلي الخط بتاعك باهت، لو انت لاحظت كده واخدين بالكم الخط ده باهت شويه عند ده صح، وبيجي عند الحته اللي في الاخر ايه عاملها غامقه شويه، معنى انها ما تبوظلكش شكل الايه شكل البلان من جوه، فمخليها من جوه باهته، والحته اللي انت عايزها فوق دي اللي هتبقى ايه شكلها سوليد شويه. طيب تعالى كده نجرب نمسك الخط دوت ونقول له ايد التايب. شوف انا ايد التايب دي ما بتفتحش غير امتى؟ لما اعلم على الخط ويبقى هو الاكتيفيتد. كتب لي ايه هنا؟ ان ده جريد 6.5 ملم بابل وفي ايه؟ كاستم جاب ما بين البابل. طيب هاجي اقول له ايد التايب نخليه مثلا بابل جاب، اقول له اوكي. شوف ايه اللي حصل؟ الجريد مش موجود بس ايه؟ نهايته هي اللي موجوده. ان في جاب. في جاب ان بتوين، ده لو انت عايز تبين شكل الجريدز من بره وما تلعبكش الدنيا جوه خالص. عايز ترجعه تاني زي ما كان تعلم عليه كده ايديت تايب وتخلي نوعه اللي هو 6.5 ملم بابل العادي ده خالص. طبعا الاوبشنز اللي موجوده جوه كل اوبشنز كتيره جدا، بس انا هحاول اقول ايه المهم منها عشان ما تضيعش وقت. طبعا انت ابتدي خش في البيت، انا معايا كورس جبت الهارد بتاعي الهارد معايا. ابتدي شوف هو بيعمل الكلام ده ازاي وامشي معاه، انا ما شفتوش بس هو كل اللي شاف الفيديوز دي قال عليها كويسه. فانت لو واقف قدامك فيها حاجه هو بيعمل الحاجه دي من الاول، شوف هو بيعمل الكلام ده ازاي، كل اوبشنز معناه ايه. بس انا بقول لك الحاجات المهمه اللي تمشيه، لان احنا معانا حصتين عايزين نخلص فيهم الريفت كله، فهحاول اقول ايه الحاجات المهمه اللي تمشيه. وانت ابتدي خش جوه كل واحده من دول واعرف معناها ايه. هو هنا مثلا بيقول لك ان السيمبل بتاعه ام جريد مش عارف جريد سيركل، هنا لو انت عايزه نو بابل، لو انت عايزه من غير بابل. بعد كده نوع اللاين لونه ايه، بلاك ولا مش عارف ايه بالظبط. يقول لك هل انت عايز في البلان فيو سيمبل عايز في الستارت والاند ولا في الاند بس اللي هو السيركل اللي معموله، وهكذا بقى. قيس على ذلك لما نيجي نمسك كاميرا هتلاقيه بيعرف لك كل حاجه عنها الماتيريال، وبعد كده هتقوم تقول له اوكي كل اللي انت عملته هتلاقيه اتطبق على الخط ده. طيب انا كده رسمت اللي هو الجريدز. طب افرض انا عايز ازود ليفلز، الجريدز بتترسم في الاكس واي، الليفلز بتترسم في الاكس زد، يبقى على طول انقل من ليفل. انا كده الجريدز دي راسمها على انهي ليفل؟ ليفل 2. يعني لو طلعت على ليفل 1 ده مش هلاقي جريدز، الجريدز هي اترسمت لوحدها. يعني الجريدز اللي انا رسمتها في ليفل 1 و2 طلعت زي ما هي. طيب تعالى كده نروح للاليفيشنز، هاجي ابص على الاليفيشنز مين اللي موجودين؟ هما ليفل 1 وليفل 2. طب افرض انت مثلا عايز تمسك الليفلز دي تخليها بره كده، بص بحركها ازاي من السيركل اللي موجوده بره دي. اول حاجه اعلم على اللاين، بص اول ما دوست على السيركل كبرت اقدر اشدهم الاثنين مع بعض، دي اللي هي جريدز 1 و2 و3 اللي احنا عرفناهم مع بعض. طب افرض انت عايز تطلع دول لفوق شويه، هتمسك السيركل اللي فوق تطلعهم. عايز ترسم ليفل جديد، مين اللي ظهر هنا فوق؟ الليفل ده ظهر ما كانش متاكتف وانا واقف، هاجي اقول له ارسم لي جريد كده. الجريد ده مثلا بص كده اول ما ارسمه ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ليفل 3 ظهرت، واقدر اديله اي ليفل. يعني هنا بيقول لي ان ده منسوب 0 3، انا ممكن اقول له ان المسافه ما بينهم اقول له ان الليفل ده مثلا 6، هقوم نزل. عايز مثلا ارسم ليفل تاني ستراكشر ليفلز وارسم بقى اي ليفل مثلا على منسوب 6 واقوم ادي الليفل اللي بعده وهكذا. كده انا رسمت دور واثنين وثلاثه واربعه. اوكي؟ طيب تعالى نيجي عند ليفل 1 ده نقف فيه. افرض انت تعالى نشوف دي اللي هو الجريدز، عايزين نرسم بقى كاميرا، عمود، بلاطه، اي حاجه من الكلام ده، نرسمه ازاي؟ هاجي اقف على ستراكشر واقول له ان انا عايز ارسم بيه. في ناس اول ما تيجي تسطب البرنامج ما تلاقيش البيمز اللي هي عايزاها، هتلاقي كل القطاعات بتاعتها اي بيمز وما تلاقيش فيه ريكتانجلر بيم ولا سيركلر بيم ولا اي حاجه من الكلام ده. البيم دي بنسميها فاميلي. يعني ايه فاميلي؟ يعني عائله.
العائله دي يعني مش كاميرا واحده، يعني كاميرا بارامتريك. بارامتريك يعني ممكن تتغير. ممكن الكاميرا البروف فلانج اي بي دي تغير عرض الفلانج، تزود الويب، تكبر الفلانج، تصغر الفلانج، تكبر الويب، تصغر الويب، فهي بارامتريك انت عمال بتغيرها. فاي حاجه بتتغير بنسميها ثمن. انت ممكن تخلق القطاع بتاعك، يعني زي ما انا ما بعمل موديل في حاجه وانا بفتح يقول لك نيو فاميلي ولا نيو بروجكت. فالفاميلي دي انت بتعمل حاجه ممكن تتشكل، حاجه ليها بارامتر بي اي وبي وسي واتش، ليها اي بارامتر معين. انت وانس انك تدي له البارامتر دي هو يرسمها. يعني لو عندي قطاع مستطيل، مستطيل ايه البارامترز بتاعته؟ الاي والبي، صح؟ اللي هو عرضه وارتفاعه. طيب لو انا بعمل قطاع تي سيكشن يبقى عرض الويب وارتفاع الويب، عرض الفلانج، الثيكنس بتاع الفلانج، صح؟ فدي بنسميها فاميلي. طيب ايه اللي موجود عندنا هنا؟ موجود كاميرا ريكتانجلر، على فكره ما كانتش موجوده، انا اللي عامل لها امبورت. لو حاجه مش موجوده في حاجه هنا اسمها لود فاميلي. اي قطاع مش موجود تقوم انت تعمل سيرش عنه على النت، تنزل اللينك بتاعه، وبعد كده تقول له لود فاميلي وتقوم تختار الفاميلي بتاعته. طيب انا دلوقتي هديك فايل بعد ما اخلص فين ريفت، هي دي، هي دي الفاميليز. انا جايب معايا فاميلي، حتى كمان الفاونديشن جيت ارسم الرافت ما كانتش موجوده، فقمت رحت منزل حاجه اسمها ستراكشر فاونديشن، وكان فيها بقى كل انواع الفاونديشن، الفوتنج والبايلز والبايل كابز والبايل كاب ريكتانجلر والسيركلر واي حاجه من دي هتلاقيهم موجودين. طيب افرض مثلا كمر هنا مثلا اللي هي الفريمينج كونكريت، ام كونكريت ريكتانجلر بي ما كانتش موجوده، فهاجي هنا هقول له لود فاميلي، واقول له ان الفاميلي دي موجوده على ماي كمبيوتر دي وركشوب ريفت فريمينج، واقوم احمل الكاميرا دي واقول له اوبن، هتلاقيها ايه؟ فتحت. ده لو مش موجود عند حد. فاي حاجه مش موجوده عندك ابتدي اعمل لها ايه؟ لود. عمود مش موجود سيركلر اعمل له لود، وهكذا. طيب دي بالنسبه للكاميرا. دلوقتي هو واقف على كاميرا قطعها ايه؟ لو انا هرسم بص كده بيقول لك ان ده يونيفرسال بيم 350 ساعات في كذا، شكله ايه كده؟ اي بيم. طب افرض انا عايز اغيره، هنزل تحت كده، هي دي القطاعات المتاحه. عندي قطاع ريكتانجلر، عندي قطاع ده هولو ستراكشر سيكشن، يعني دوت مش 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 سيركل، حاجه هولو. طب افرض لو هي سيركل، لو انا عندي عمود سيركل او كاميرا سيركل، فبالتالي لازم اجيب الايه؟ اجيب الفاميلي بتاعتها واعمل لها لود. طيب انا اخترت قطاع ريكتانجلر، طب القطاع ريكتانجلر ده كام في كام؟ اسمه 300 في 600 مللي. افرض انا عايز اغير فيه اي حاجه، هخش جوه الايديت تايب بتاعه وافتحها، هلاقيه ظهر لي حاجه بالمنظر ده. افرض انا مش عايز امسح القديم واسيبه زي ما هو، هلاقي في هنا حاجه اسمها رينيم او دوبليكيت. انا هنا لو هعمل له رينيم واغير فيه، يعني هقول له مثلا رينيم، هيقول لي عايز تخلي اسمه ايه؟ هقول له عايز اخلي اسمه مثلا 250 في 700، واقول له اوكي. ده اسم لكن ملوش دعوه بالبارامتر خالص. البارامتر اهي هيفضل البارامترز بتوعه دول، فلازم اغير دول. اقول له ان دي 0.25 ودي 0.7 كده. فعلا القطاع ده لما يجي يترسم يبقى 0.25 في 0.7، واقول له اوكي. كده القطاع ايه؟ اتغير بقى 250 في 700. طب افرض انا عايز اعمل قطاع كاميرا تاني، هقول له ايديت تايب، بدل ما اقول له رينيم بقى دوبليكيت. هيعمل ايه؟ هيسيب القطاع القديم وياخد كوبي منه ويكتب لك جنبيه اتنين وغير فيه زي ما انت عايز. يعني عايز تخليه مثلا 300 في 800 وتقول له اوكي. وهنا طبعا لازم تغير دي، تخليها 0.3 في 0.8 وتقول له اوكي. هتلاقي القطاع ظهر اللي هو بقى اسمه 300 في 800 وده 250 في 700 الاولاني. تمام، ده كتعريف. طيب تعال نشوف، خلصنا موضوع التعريفات دي، نبتدي نبص على الحاجات اللي موجوده هنا. دي شويه بروبرتيز عن الكاميرا اللي موجوده، يعني بيقول لك هي تبدا منين وتنتهي فين. يعني مثلا هنا بيقول لك الجيومتريك بوزيشن الواي زد، يعني مثلا هنا بيقول لك الواي جاستيفيكيشن في الاورجن، الزد جاستيفيكيشن في الطب. يعني انت لو عايز تعمل كاميرا مقلوبه، هو هنا عامل الجاستيفيكيشن بتاعها في الزد من الطب، يعني وانت بترسمها التوب ليفل بتاعها هو اللي على منسوب 3.
طب افرض انت قلت له البوتوم، يبقى البوتوم ليفل بتاعها هو اللي على مسوب كام؟ 3، تبقى الكاميرا مقلوبه. فهنا بتقدر تتحكم من البوزيشن بتاعها جيومتريك، عايز تعمل لها واي زد جاستيفيكيشن، واي جاستيفيكيشن، اي جاستيفيكيشن عايز تعمله. حتى كمان لو فاكرين في المالتي لاين كان في حاجه فيها اسمه جاستيفيكيشن، كنت عايز تعمله تمسكه من النص ولا من الطب ولا من البوتوم وهكذا. وقيس على ذلك بقى كل البروبرتيز دي، انا مش هخش فيها عشان بس ايه الموضوع يبقى اسرع. لو انا عايز ارسم كاميرا هقول له اعمل لي بين بيم، البيم دي مثلا هقول له انها 250 في 700. وبص بقى هرسمها ازاي، هتيجي هنا من اول هنا لحد هنا، يبقى انت كده رسمت الكاميرا، هتلاقي الكاميرا بتاعتك اترسمت اهي، دي مكانها. طيب سيبنا من البيم دلوقتي، خلينا تعالى نرسم الكولومز. اول حاجه هدوس على كلمه كولومز، طبعا البيم ما ينفعش يبقى كولوم والكولوم ما ينفعش يبقى بيم، والبلاطه يعني كل اليمنت متخصص قايم بذاته يعني. هاجي اقول له كده كولوم، بعد كده بيقول لي ان الكولوم ده اي بيم، هقول له لا ايديت تايب، انا عايز سوري انا مش عايز كولوم اي بيم، هلاقي فيه الريكتانجلر مش موجود، هعمل له لود فاميلي. يعني هاجي كده اقول له لود فاميلي، واروح بقى على المكان اللي احنا اتفقنا عليه الفايل اللي انا هديه لك، هلاقي الفاميلي بتاعت الكولومز اكيد فيها الريكتانجلر. ريفيت، هلاقي فيه هنا ستراكشر كولومز كونكريت، هلاقي فيه ريكتانجلر كولوم، راوندد كولوم، سكوير كولوم، تمام. وبعد كده هقول له اوبن، هلاقي الفاميلي اتحملت. يعني هنا مثلا انا عندي عمود، ما عنديش عمود دائري، طب عايز ارسم عمود دائري، واحد فيكم عامل عمود دائري هيعمل ايه؟ هيقول لود فاميلي ويقوم رايح عامل لود للعمود الدائري ده. معلش هعملها جنبيكم كده عشان ايه تبقوا حاسين بالموضوع. هنا ريفيت كولومز، وهقول له مثلا راوندد كولوم اللي هو الكولوم السيركل، وهقول له اوبن. بص كده هلاقي الكولوم السيركل ايه ظهر عندي تحت اللي هو الراوندد كولوم ده، 300 مللي 400 مللي زي ما انت عايز. طيب افرض انا عايز اعرف كونكريت ريكتانجلر عادي، هقول له كده عمود، هقول له ايديت تايب دوبليكيت، وليكن هسميه سي 1 مثلا 25 او 250 في 800 مللي، ده الاسم. طب وبعدين هنا هعمل ايه؟ هقول له ان ده 0.25 وده 0.8، لازم اعمل كده واقول له اوكي. افرض انت عايز تغير الماتيريال بتاعت العمود ده، يعني انت الماتيريال بتاعت العمود دي انت مش عارف هي ايه، عشان برضو لما تيجي تبعت الريفت للروبوت تبقى الماتيريال متظبطه. لو بصيت هنا هلاقي في كلمه هنا اسمها ماتيريال، اول ما ادوس عليها هنا كده بيقول لي ان الماتيريال دي كونكريت كاست مش عارف ايه، والكلمه كبيره يعني لازم اكبر ده عشان يبتدي ايه تظهر الكلام ده. هاجي كده اعمل ادوس على العلامه اللي موجوده هنا دي، في شايفين في هنا اول ما هقرب هلاقي في علامه فيها نقط، ادوس عليها يظهر لي ماتيريالز كتيره جدا. هو بيقول لي ان دي كونكريت كاست ان بليس مش عارف ايه. افرض انا عايز اعدل في الماتيريال دي، هتلاقي الجرافيكس بتاعتها اهي، يعني بيقول لك انها في السيرفس باترن بتاعها بالمنظر ده. لو انت قطعت فيها، يعني لو قطعت في الكاميرا دي هتبان بالشكل ده. احنا عارفين ان القطع ما بيبقاش الهاتش بتاعه كده، صح؟ يعني القطع انا لو بقطع الهاتش بتاعي ما بيبقاش كده. عايز اغيره دوس عليه كده وابتدي دور على نوع الهاتش. لو انت بتقطع يعني هو ده يبقى نوع الهاتش بتاعنا كده. طيب بالنسبه للماتيريالز مثلا الفيزيكال اللي هي اليانجس مودلس والجاما والكلام ده، لو دخلت على فيزيكال اخش بعد كده جوه فيزيكال هلاقي حاجه اسمها ميكانيكال، وهقول له ان اليانجس مودلس بتاعها زي ما احنا عارفين 2.41 مثلا 0 ميجا باسكال، البواسو ريشيو 0.2 مثلا، الدينستي تخش تعرفها مثلا 2500 كيلو جرام على المتر المكعب، وهكذا بقى تخش جوه الماتيريال تعرف جواها كل حاجه. وهي دي اكتر حاجه بتاخد وقت، انك تمسك الماتيريال تعرفها وتعرف كل حاجه فيها، الكاميرات تبتدي تعرفهم وتعرف قطاعاتهم وترسم تسليحهم وتعمل كل حاجه في الكاميرا، بعد كده انك تطلع لوح وترسم وتطلع شيتات وكلام من ده يبقى الموضوع سهل جدا، بس تخلص كل حاجه صح.
تعريفاتك كلها تبقى مظبوطه. طيب دلوقتي افرض انت عايز ترسم عمود، شوف كده انت اول ما هتقرب من اي نقطه هتلاقي ايه شكل العمود ظهر. وبص هنا بيقول لك، يعني دلوقتي انا لو هرسم عمود، لو انا رسمته كده مثلا ورسمت عمود هنا وعمود هنا، بس طبعا انت لو معرف اعمده كتيره هترسم كل الاعمده دي. انا كده تقريبا رسمت كل الاعمده. لو انا عايز ارسم كمرات هاجي كده على البيمز واقف عليها واقول له ان انا عايز مثلا ارسم البيم دي مثلا من السنتر بتاع العمود ده لحد العمود ده ومن هنا. طبعا انا دلوقتي هرسم بيم من الاول صح، يعني هضطر اقف عند النقطه دي وبعدين اول ما اقف هنا كده البيم خلصت. طب افرض انا عايز اكمل، هتلاقي في كلمه فوق هنا اسمها تشين، سلسله. اول ما اتعلم على علامه الصح دي تيجي تقف هنا تلاقيك لسه واقف على الامر تقدر تكمل. طب افرض انا ما كنتش واقف على التشين دي، اول ما اقف هنا خلاص يبقى انا كده ايه وقفت، واضطر ان انا اعمل من الاول كده. يعني انا لو جيت كده التشين دي مش متاكتفه. طيب انا كده مثلا رسمت سيستم اوف بيمز، رسمت الكاميرات دي كلها. طب افرض انا مثلا فين العمدان 3D، طيب احنا لو عرفنا شكل العمود بس البعد بتاع اللي جوه ده بحطه في البروبورتس. البعد ايه؟ اللي هو العمق. العمق. طيب بص بقى، انا مثلا لو جيت ادي العمود اهو، لو جيت وقفت عليه كده المفروض بيقول لك الليفل بتاعك الستارت والاند بتاعتك قد ايه. انا مثلا عايز اقول له ان العمود ده البيز ليفل بتاعه ليفل 1 والتوب ليفل بتاعه ليفل 2 تمام، ومش عايز اي اوفست ديستانس. ايه موضوع الاوفست ديستانس ده؟ انت بتقول له ان العمود ده ابتدى من ليفل معين وانتهى عند ليفل معين. طيب انت لما تقول له ان في بيز اوفست بقيمه سالب 2.5 ده معناها ينزل تحت البيز 2.5. طيب وبعد كده لما تقول له في توب اوفست كذا هيطلع فوق التوب بكذا. فانا هنا اقول له ايه؟ لا انا مش عايز اي بيز اوفست ولا توب اوفست من الليفل الفلاني للليفل الفلاني. كده العمود اترسم منين؟ ليه؟ لان انا اصلا راسم البلاطه دي عند ليفل اللي هو ليفل 1. طيب مثلا لو انا جيت وقفت عند ليفل 1 انا عايز اعمل موف لكل الشكل ده، اعمل له موف ازاي؟ هتيجي تقول له انا عايز اعمل كات للشكل ده تمام، عملت كات واقول له بيست حطه لي عند سيلكتد ليفل اللي هو ليفل 2، هيقوم يطلع عند ليفل 2. يعني لو رحت كده عند ليفل 2 هلاقي المفروض الكامر بتاعي ظهر فوق. يعني تاني كده انا لو عايز اخد كل الكامر بتاعي ده، هو انا كده مختار كل الشكل. لو انا رحت عند فيو وقلت له وريني 3D مثلا، انا لو خدت الكاميرا دي قلت له خد لي كات، شايف رحت على قائمه ايه؟ موديفاي، وهلاقي في هنا حاجه اسمها، لازم اختار ده كده، هلاقي في حاجه هنا اسمها كوبي. يعني لو عايز اخد كوبي من السقف دوت، يعني لو جيت هنا ليفل 1 ليفل 2 ومسكت الكامر ده، الكامر ده اختاره واختار معاه العمدان. افرض انا عايز اختار الكامر بس، هعمل ايه؟ هتفلتر السلكشن بتاعك ده. هفلتره ازاي؟ هتلاقي في علامه فلتر فوق هنا، لو دوست عليها وقمت رحت شايل السلكشن بتاع الكولومز وقلت له اوكي، هتلاقي الكولومز ايه اتعمل لها اكسكلودنج من السلكشن اللي انت عامله معايا. وبعدين هقول له ايه؟ انا عايزك تاخد كوبي من الكلام ده، شايف علامه الكوبي اللي موجوده فوق دي، وبعدين هقول له بيست تحطه لي الاين تو سيلكتد ليفل، يعني حط لي البيست ده في ليفل معين اللي هو وليكن مثلا ليفل 1 مثلا، انا عامل اعمده عند ليفل 3 مثلا، واقول له اوكي. لو انا جيت هنا
وقفت في 3 دي فيو، رحت عند فيو 3 دي فيو، هلاقي الكاميرا اتعمل ايه، اتعمل دور كمان. طيب بالنسبه للاعمده دي لو انا جيت عملت عليها كلها سيلكت كده وبعدين ممكن اقول له كات واقول له بيست، حطها لي الاين تو سيلكتد ليفل، حطها لي في ليفل 2، هتلاقي الاعمده دي بيقول لك there are identical instance، يعني في العمود هنا ما انت هتعملهم واحدة واحدة كده. يعني انا لو اخترت كذا عمود طيب هاجي كده اختار الاعمدة دي بالمنظر ده وهقول له كت، اقول له بيست الاين تو سيلكتد ليفل، حطها في ليفل مثلا 2، هو تقريبا ليفل 2 ده اللي احنا واقفين عليه. طيب تعالى نقول له كت وحطها عند ليفل 3، بيقول لك there are identical instance in the same place in double counting. ما انا اللي مطلعها فوق. طيب لو انا جيت مسكت العمود ده هتلاقيه بيقول لك ان هو عند ليفل 3 وبعدين نهايته المفروض بقى اخلي التوب ليفل بتاعه عند ليفل 3 والبوتوم ليفل بتاعه عند ليفل 2 مثلا، وبعد كده هقول له البيس اوفست بتاعه بزيرو واقول له اوكي، هتلاقي العمود ده ايه؟ نزل تحت بالمنظر ده. طبعا يفضل ان انا اعمل الكلام ده من الاول صح، يعني ارسمه من الاول صح واحدد العمود وانا برسمه، اقول ان الليفل بتاعه يعني وانا برسم الاعمده دي ارسمه من الاول صح عشان ما اخش في موضوع الايديتنج ده لان بياخد وقت. تمام، انا بس حبيت اعمل قدامكم اكزامبل بسيط كده. انا طبعا مش هعمل الكلام ده، انا هجيب الفايل اللي احنا عملناه على الاوتوكاد وابتدي ارسم عليه. الكلام ده هيحصل ازاي؟ هتيجي كده نمسح كل الكلام اللي احنا عملناه ده، تمام، وبعدين هقف مثلا في بلان اللي هو ليفل 1 بس اكون طبعا مظبط الاكسات بتاعتي، يعني كل الاكسات دي مش موجوده. ديليت. هاجي هنا ممكن اجي على الليفلز وابتدي اشوف بقى اول ليفل عندنا كان على ليفل كام فاكرين؟ سالب 5 وين 8 5 صح؟ طيب والليفل الثاني؟ الليفل اوكي ثانيه ليفل 1 اه سوري سالب، هو ممكن يجي هنا عند منش وبعدين نقول له يونتس. لا انت ممكن تزود الديسيمالز، الديسيمالز بالمترز الديسيمالز المفروض ان هو عامل صفرين. لا لا بس انا كنت عاملها في فايل تاني ما كان كاتبها عادي. طيب ماشي، عندك هنا ليفل 2 كان على ليفل كام؟ سالب 2 بوينت حاجه بوينت 7 8. طيب عندك الليفل اللي بعديه حد فاكر؟ بوينت 15 حاجه بالمنظر ده. ابتدي بقى ادخلهم الليفلز واحده واحده. تمام، انا هاجي مثلا هقف عند ليفل 2 اللي هو ده طبعا كان بيزمنت 2، ممكن اسميه بيزمنت 2 يس، ممكن نسمي ده بقى بيزمنت 1
ممكن اسمي ده جراوند. هتلاقيهم الاسامي بتاعتهم اتغيرت هنا. هقول انا عايز اقف على بيزمنت 2 المفروض مكانه هنا كده اللي هو لا بيزمنت. انا هقف على بيزمنت 1 دلوقتي. وبعدين هعمل ايه على بيزمنت 1 ده؟ هقول له انا عايز اجيب فايل من بره. ممكن تجيب كذا فايل، يعني ممكن تجيب ايه؟ اوتوكاد فايل، ممكن تجيب ريفت لينك. يعني دلوقتي افرض المعماري كان شغال ريفت وما بعتلكش لوح كاد، وانت عايز تحط الاستاتيكال سيستم، خلاص ما بقاش فيه كاد، يعني انت بدايتك هتبقى من على الريفت، مش هتحط استاتيكال سيستم على ايه؟ على الاوتوكاد. فانت هتمسك الفايل الريفت المعماري اللي جاي لك ده، وتقوم جاي هنا قايل انسرت، وهتلاقي في حاجه هنا اسمها ريفت لينك. هتقوم ايه؟ انت ما بتجيبش الفايل المعماري، يعني ما بتفتحش الريفت المعماري، انت بتبص عليه بس، ساحب منه ايه؟ لينك. دلوقتي احنا ما عندناش الاوبشن ده، احنا عندنا ان احنا رسمنا اللوحه على الاوتوكاد وعايزين نحولها لحاجات ريفت، فانا عايز اجيب ايه؟ لينك من الكاد. فتيجي هنا تقول له انا عايز اجيب امبورت اوتوكاد، انا عايز اعمل امبورتنج من اللي هو مش لينك من الاوتوكاد، انا عايز اجيب لوحه اوتوكاد. فاقول له هات لي اللوحه الاوتوكاد دي مثلا، اي لوح من اللي انتوا كنتوا باعتينها لي، لوح الاستاتيكال سيستم كان فينا ريفت. مثلا عايزين نجيب بيسمنت 1 دي، وهقول له بص بقى بتقول له ايه. اول حاجه بتقول له ان انا هحطها بليس اد بيسمنت 1، وبعد كده بتقول له الوحدات بتاعه اللوحه متر، وبتقول له سنترها لي اورينت تو فيو، وبعد كده بتقول له حطها لي في الكرنت فيو اونلي، وتقول له اوبن اوتو سنتر تو سنتر. المفروض هو بيقرا اللوحه بيجيبها. لا ما انا حاطط الكلام ده، انا مش دعوه بيزمنت 1 ده اللي هو الدور الاولاني، بيزمنت 2 هو الرفت. اللوحه بتاعتي اهي تمام لحد كده. طيب هعمل ايه باللوحه دي؟ هتبتدي انت عارف الاعمده بتاعتك سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5، عارف كل الكلام ده صح؟ هتبتدي تعمل ايه؟ تقول له ستراكشر بيم، وتقوم معرف البيمز اللي موجوده عندك كلها، يعني تعرفها قبل ما ترسم، بيم 1 وبيم 2 وبيم 3 وبيم 4 وكل البيمز. وبعد كده هعمل ايه؟ هتقوم داخل على ستراكشر كولوم ومتعرف سي 1 وسي 2 وسي 3 وسي 4 وتقوم معرفهم كلهم. وبعد ده كله بس عشان ما نعرفش كل الكلام ده تاني، اوبن فين ال ريفت بروجكت. اخر حاجه فين دي؟ تعالى كده نعمل فايل سيف اس تمبلت. طيب دلوقتي انت هتجيب اللوحه بتاعتك، هتلاقيها كانت حاجه بالمنظر ده، دي اللوحه صح؟ المفروض كل اللي كان مطلوب منك اللي كنت بتكلم فيه من شويه هو انك تعرف البيمز، يعني لما اجي اعمل بيمز لو انت عندك 20 قطاع كاميرا هتبتدي تعرف 20 قطاع كاميرا هنا، بيم 1 وبيم 2 و3 و4 و5. عندك اعمده هتخش جوه ستراكشر تعمل كولوم وتعرف القطاعات اللي عندك سي 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا صح؟ طيب انت جبت اللوحه، افرض انت بعد ما رسمت وعايز تخفيها زي ما كانت مخفيه من شويه، في حاجه اسمها فيزابيليتي. فيزابيليتي يعني ايه اللي موجود، يعني انت عامل فيزابل لايه.
فانت لو قلت في انتر كتبت حرف الفي ودوست انتر هيفتح لك الويندو بتاع فيزابيليتي، او دخلت على قائمه مانج هتلاقي المفروض فيزابيليتي موجوده هنا. الناس اللي مفتوحه عندها الكلام ده ممكن تقول لنا فيزابيليتي هي واحده من دول. طب في فيو هي في فيو فيزابيليتي، فيو فيزابيليتي، وادوس عليها كده هتفتح لي الويندو دي او في انتر. تمام، اي حاجه عايز تخفيها او تبينها ممكن تعلم عليها علامه الصح، اي صح من دول. الكولومز لو مش عايز تبينها تقوم تشيل علامه الصح، عايز تبينها تحط علامه الصح. مثلا فلورز عايز تشيلها شيل علامه الصح، هتختفي مش بس مش هتتمسح. طيب انا جايب لوحه، اللوحه دي امبورتد كاتيجوري صح، فهروح عند امبورتد كاتيجوري اقوم حاطط ايه علامه الصح على بي 1 دي. يعني لو انا شلتها كده وقلت اوكي اللوحه مش هلاقيها، جيت عملت في انتر ورحت على امبورتد كاتيجوري وعلمت على علامه الصح دي هلاقي اللوحه بتاعتي. طيب تعالوا كده نجرب نعمل اي حاجه. انا مثلا عايز ارسم الكولوم، الكولوم ده سي 1، هاجي اقول له ستراكشر كولوم وبعد كده هقف على سي 1 واقوم اجي ارسم كولوم في الحته دي. المفروض نيت ستراكشر سوري كولوم، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم كولوم هنا. اوكي سي 1 هنا، انا مثلا عندي سي 1 هنا، في سي 1 تاني. طيب عايز ترسم سي 2 هتيجي هنا تقوم مغير داخل على سي 2 هنا مثلا. عايز ترسم المفروض، انا مش عارف هي ليه مش باينه، بس المفروض وانت بترسم بيبين لك شكل الكولوم. يعني وانا برسم بيبين لي شكل الكولوم عامل ازاي، هل هو بالعرض ولا بالطول. ولو عايز تسويتش تدوس انتر، يعني لو انا دوست انتر كده ورسمت كولوم هلاقيه بالايه؟ بالعرض. دوست انتر كمان هلاقيه بقى بالطول، يعني لو انا عايز ارسم سي 2 هنا بقى كده. ايه؟ ما هو انت مش هتقدر تلقطها بالظبط، فبالتالي هتضطر تعمل الاين للكولوم ده. يعني مثلا عايز ارسم سي 2 هنا، اترسم كده هنا كده، هل في سي 2 تاني؟ طيب انا عايز بقى اظبط العمود ده على مكانه بالظبط، هعمل ايه؟ شايف العمود اللي مشفت سنه ده؟ شايفين اللاين؟ لو انا دوست على اللاين ده واخترت الخط ده يبقى ده هو اللي انا عايز اعمل اللاين عليه. اخترت بقى الخط اللي على العمود هتلاقيه حرك العمود على الخط، نفس الكلام الجنب ده. طب افرض انت مش عارف تلقط الخط الاحمر اللي جنب الاسود ده، لو انت وقفت على الخط الاسود وعملت تاب هتلاقيه نقلك على الخط الثاني دايركت، تدوس عليه كده وبعد كده تقوم دايس على العمود. بمعنى تاني اهو حاجه زي دي، انت مش عارف، انت مش عارف تلقط الخطين دول. يعني مثلا انا واقف على ده هعمل تاب، عايز اعمل الاين، انا عايز امسك ده عشان احرك ده عليه، فانا اللي لقيتني ده لو انا دوست على تاب، بس لازم يكون حاجه ما بينهم اوفرلاب قوي، يعني مثلا حاجه كده من بعيد انت مش عارف تميزها. شوف بيعمل ايه، بيعمل تاب ما بين اقرب حاجه كده، انت ماسك جنب العمود كده، انت ماسك الايه اللوحه، علمت على اللوحه ابتدي علم على العمود اللي عايز تحركه عليه. نفس الكلام هنا، تعلم على ده علم على العمود اللي عايز تحركه عليها. طب بص بقى على دي ايه اللي هيحصل. افرض انا بالغلط جيت علمت على العمود هو الاول وبعدين قمت رحت معلم على اللوحه، عارف ايه اللي هيحصل؟ هيحرك اللوحه، المفروض يعني ان هو هيحرك اللوحه، بس هو عارفين ما بيحركهاش ليه؟ طبعا انا لو بادئ من الاول هيحرك اللوحه، لانك انت لو جيت علمت على اللوحه دي هتلاقي شايف علامه الدبوس ده، ده بنسميه بن، انا مثبت اللوحه في الايه؟ في الرسمه عشان ما تتحركش. لو انت عملت ان بن، شايفين علامه الدبوس دي؟ لو انا شلتها من على اللوحه كده وجيت بقى اعمل اللي انا كنت بعمله من شويه، بعمل الاين موديفاي الاين وماسك ايه؟ جنب العمود وقمت رحت جاي على اللوحه، عمل ايه في اللوحه؟ حرك اللوحه. بص على الاعمده اللي احنا ظبطناها كلها باظت، فبالتالي اعمل كنترول زد
وعلم على اللوحه ادوس عليها كده الاقيها ازرقت، وادوس على علامه الدبوس دي اعمل لي بين للوحه دي عمرها ما تتحرك ابدا، واقدر بقى ايه امسكهم عمود عمود واظبطهم. تمام. طيب هاجي انا كده اعمل الاين ده كده وهكذا، نفس الكلام هنا. طيب بالنسبه للكاميرا نفس الكلام، هاجي اقوم اقول له ستراكشر بيم، عايز ارسم بيم مثلا 25 في 70، هقول له ارسم لي كاميرا من اول هنا، بص من جوه العمود او من اي حته جواه، اهم حاجه تكون لاقت بدايه ونهايه العمود. تمام. بعد كده لما تيجي تعمل فيلت هتلاقي الموضوع ايه ابتدى ظبط. طيب افرض دلوقتي انت رسمت الكاميرا، وانا كده دلوقتي كاني فاتح الكاميرا، انا مش عايز اعدل في الفاميلي بتاعتها اي حاجه، هدوس اسكيب. الكاميرا دي انت رحت معلم عليها كده واترسمت مترحله شويه، هعمل ايه؟ نفس اللي كنت بعمله، هقوم اجي على موديفاي واقول له الاين الجنب ده، هات لي الكاميرا دي عليه، هقوم محرك الكاميرا على الجنب ده وارسم البلانك كله بنفس الطريقه دي. يعني ايه ارسم البلانك كله بنفس الطريقه؟ هلاقيه طلع لي شكل بالمنظر ده. طب بصوا بصوا كده لما فتحت ال 3 دي كل حاجه ايه ظهرت. طيب اللي واضح هنا ان الكاميرا دي مرسومه ال بتاع ده، انها الزد جاستيفيكيشن بتاعتها بوتوم صح؟ تعالى كده نخليها توب. ايه اللي حصل؟ الكاميرا نزلت ووشها ربط مع وش العمود. طيب تعالى نعمل نروح نقف في البلان كده البيزمنت 1 ده، وتعالى نرسم البلاطه. ازاي نرسم؟ في مشكله؟ لا برامج التحليل الانشائي هتقرا الجاستيفيكيشن ده؟ اه طبعا. لا هو الكاميرا ما هي مش فارقه، هي في الاول والاخر كاميرا شايله الايه؟ شايله البلاطه صح، فهو هيعملها كاميرا عاديه خالص. بالظبط. يعني لو جيت كده الاناليتيكال، بص هنا في حاجه هنا زي بيزمنت وفي ليفل 1 اناليتيكال وليفل 2 اناليتيكال. لو انا جيت هنا في 3 دي وقلت له انا عايز اشوف الاناليتيكال فيو، بص كده لو انا جيت بص هنا عمل ايه؟ شايف هي دي الكاميرا اللي هي اللاين اليمنت اللي احنا عارفينه، مسك السي جي بتاع العمود ده وربط السي جي بتاع العمود ده لوحده وهو عارف. بس على فكره الكلام ده المفروض يعني المفروض ده يتظبط، يعني الاناليتيكال ده بنعمل له حاجه اسمها ادجاست اناليتيكال ونحاول نظبط فيه بحيث ان احنا نظبط مكان الكاميرا يجي بالظبط. تمام. طيب بس هنا شايف قام راح ظبطها وعمل، وعلى فكره برضو العمود ده معمول فريم اليمنت، يعني انا لو جيت هنا قلت له واير فريم هتلاقي الفريم اليمنت بتاع العمود معمول جوه. تمام. الاناليتيكال بتاعهم معمول، اي عمود بترسمه على طول بيرسم الاناليتيكال بتاعه لاين اليمنت، والكاميرا بيرسم الاناليتيكال بتاعها لاين اليمنت وبيوصلها من السي جي للسي جي. بس يبدأ دلوقتي مش موضوعنا، خلينا نرجع. دلوقتي انا بس عايز نخش على حاجه جديده اللي هو البلاطه. يعني انا دلوقتي هقف في البلان اللي هو بيزمنت 1 ده، وتعالى نجرب نرسم البلاطه مع بعض. البلاطه تترسم ازاي؟ ستراكشر، وبعد كده هقول له ايه؟ فلور، وهقول له في حاجه هنا اسمها فلور ستراكشر وادوس عليها. هلاقيه هنا بيقول لي ان الفلور اللي انت هتعمله ده اسمه جينريك 250. طب افرض انا عايز اعرف جينريك 250 ده محتوى ايه؟ هقول له ايديت تايب. طيب ايديت تايب دوت لما اخش جواها هقول له ايديت من جوه هنا. لو انا طبعا عايز اعمل دوبليكيت وعايز اعرف بلاطه سمكها 30 هقول له دوبليكيت، خليها لي كام؟ 300. طيب هل هي كده بقت 300؟ لا هي ما زالت 250. عايز تعدلها خش اعمل ايديت من جوه وغير السمك ده خليه 0.3. طب عايز تتاكد من الماتيريال بتاعتها، اقف على الماتيريال اعمل عليها كليك
وبعد كده اخش على الكونكريت على الفيزيكال الميكانيكال هتلاقي الماتيريال اللي احنا معرفها تقوم قايل له اوكي اوكي يبقى البلاطه بتاعتك بقت كام 300 ملم. عايز ترسم بقى البلاطه وتعرف حدودها فين بص بقى كده انت بقى تقدر ترسم البلاطه من الاوبشنز دي. ايه الفرق ما بين الاوبشنز؟ لو البلاطه بتاعتك مربعه ترسمها بالمستطيل ده على طول بنقطتين وخلصت. عايز ترسمهم لاين لاين باللاين ده. طب افرض في حته من البلاطه بتاعتك كيرفت يبقى ترسمها باي امر من الاوامر بتوع الكيرف اللي موجودين فوق ده كده. يعني مثلا لاين زي ده مثلا حدود البلاطه بتاعتي في هنا لاين هاجي اقوم جاي على لاين هنا وعارف ان الجزء ده لاين فهم ارسم ايه لاين كده تمام. طب افرض في حته كيرف هاجي اقول له ان في كيرف مثلا هرسمه بنقطتين مثلا ادي اول نقطه لا ده مش هينفعنا تعالى نرسمه بثلاث نقط هو مثلا كده وبعدين كده رسمنا الكيرف تمام. عايز بقى ترسم لاين ترجع للاين تاني هتقوم تيجي هنا عامل ايه لاين بالمنظر ده. طب اللاين افرض ما جاش بالظبط وعايز تعدله باللاين هتيجي تعمل اللاين تعالى مع الخط ده اعمل لي على ده اللاين كده. طبعا اللاين ده يتعمل ايه لاين على لاين او كيرف على كيرف لكن ما ينفعش تعمل اللاين خط على كيرف تمام. طب ايه الاسهل بقى من ده كله البيك لاين ده اللي هو علامه الماوس اللي جواها لاين ده اول ما بتدوس عليه يا دوبك هو بيلقط الكيرف اول ما بتدوس عليه كده هو على طول يقوم عامل كيرف كده شايف عمل الكيرف كله. عملت بيك على اللاين ده لقط الخط عمل خط على الخط اللي موجود نفس الكلام ده هنا دوس عليه كده هتلاقيه عمل خط دوس على الكيرف ده هتلاقيه عمل كيرف وهكذا. بيقول لك ان في لاين از تو شورت. طيب تعالى نشوف ايه اللاين التو شورت ده مثلا بيك لاين. تعالى كده بس عايزين نتاكد ان الخطوط دي مقفوله اعرف منين اذا كانت مقفوله. وانت جيت علمت على علامه الصح دي لو هو ما قفلش وما عملش بلاطه وقال لك في ايرور يبقى اكيد الخطوط دي ما قفلتش. قفل يعني لو جيت هنا في 3 دي فيو 3 دي هلاقي البلاطه اترسمت اهي اللي هي البلاطه. طيب افرض البلاطه دي كان فيها مشكله. يعني ايه فيها مشكله؟ مشكله في الرسم بتاعها وانت بتيجي ترسمها خط مثلا كان طويل شويه زي ده كده وعايز تعدل فيه. بص بقى بتيجي تعمل ايه؟ بتستخدم الاوامر دي اللي هي اوامر القفل والتقطيع والكلام ده. فانا لو جيت على الامر دوت دوست على اللاين ده مع الكيرف هيقوم قافل الاثنين مع بعض. اي خطوط عايز تقفلها مع بعض تقدر تقفلها. طيب افرض انت عايز تعمل فويد جوه البلاطه يعني مكان الرامب ده فيه فويد تعمله ازاي؟ تعمل لاينز جوه يعني تبيك اللاينز بتاعت الرام. مش انت عندك فيه كيرف هنا وكيرف كده وده كده ومثلا دي نهايه الرام خط كيرف. بص كده بختارهم كيرف كيرف وبعدين الخط ده. عايز اقفل الخطوط دي مع بعضها هاجي كده اجي على علامه التريم واقول له اقفل لي الخط ده مع الخط ده. طالما مش مديك الاوبشن ان هو يعملهم ده معناه ان هما مقفولين. لكن لو انا دوست ده اجي على الثاني هلاقيه ازرق ده معناه ان هو كده ان هو يقدر يقفلهم مع بعض. لو انا لاحظت الخطين دول مش مقفولين فاجي اعلم ده مع ده هلاقيه قفلهم. بس خلي بالك هو رسم واحد فوق الثاني يبقى لازم ده ايه امسحه القديم امسحه تاني هعمل فلت لده مع ده اتاكد ان هو ما رسمش خط فوق خط. يعني ما اجيش اعمل ديليت الاقي خط فوق خط لا هو كده الاثنين دول ايه مظبوطين مع بعض. طيب انا عايز اقفل الاثنين دول مع بعض هقول له اقفل لي ده مع ده كده هو عمله كيرف. طيب خلاص ده مش هينفع كيرف هاجي كده هقول له هو المفروض ان الفويد دي من بره يعني المفروض انا مش عارف الاوفست هنا اغيرها نخليها 0.25. طبعا لو المسافه 0.25 هلاقيه عملها بسرعه ثانيا كده عملها لفوق هنا كده
هو بس بيعملها خطوط دوتد، انا مش شايفها عشان الاضاءه، بس هي بتبقى موجوده بيعرفك مكان الاوفست بيعمله فين. طيب تعالى نمسح بقى الخطوط اللي ملهاش لازمه دي ديليت. طيب عايزين نقفل الكيرفات دي مع بعض. انا مثلا عايز اشد الجوينت دي اجيبها، الكيرف ده مش مظبوط، يبقى هي مش 25 بالظبط. هاجي اعمل بيك لاين اسهل، اعمل اللاين كله. طب خلي بالك هنا عشان في اوفرلابنج، حله ايه؟ ان انا ممكن اقول له اعمل لي ده مع ده كده، اتاكد بس ان مفيش حاجه اوفرلابت، لان لو في حاجه فيها اوفرلابنج مش هيعملها. ده مع ده، الخط ده مع الخط ده، وبعدين ممكن ابيك اللاين اللي هو بتاع الحيطه واقفل الخطوط دي مع بعض. طيب انا المفروض دلوقتي لو انا جيت قلت له اعمل علامه صح بيقول لي لاينز كان نوت انترسكت، يعني في مشكله في الخطوط اللي انت راسمها، ومعلم لك على الخط اللي فيه مشكله اللي هي الجزئيه دي. فاجي اقول له كونتينيو واجي اشوف المشكله اللي هنا فين، اه الخط ده طويل، ابتدي اقصره اشوف ان في مشكله في الكونتاكت ما بينهم، اقفل الكيرفين دول على بعض برده في مشكله، يبقى امسح الكيرف ده واعمل تريم لده مع ده كده. تمام، تعالى كده نعمل علامه الصح، بيقول لي ان في مشكله هنا في الخط ده، هقول له كونتينيو، في مشكله في فعلا اوفرلابنج هنا. هاجي في هنا مشكله، شايفين في خط زياده، يبقى اي حاجه غلط هيبتدي هو يقول لي عليها، لان هو عمره ما هيكمل على الشغل الغلط ده. وبعدين اعمل علامه الصح، المفروض ان هو عمل البلاطه مفرغه دلوقتي. لو انا جيت في 3 دي فيو اهي، طالما انت رسمت بلاطه جوه بلاطه هتلاقيه فرغها. يعني لو جيت عملت فيزابيليتي وشلت مكان اللوحه، اوكي البلاطه بقى فيها ايه؟ مكان الرام فاضي، وقيس على ذلك بقى كل الرامبات. بس ترسم الخطوط دي صح، لان خلي بالك اي مبتدئ هيقع في الرسم بتاعها، هتفضل الحاجات قطعة بعضيها، حاجة اوفرلابد على حاجة، خطوط مش مقفولة، خط طالع بزيادة شوية. فبالتالي كل الكلام ده محتاج ان هو يتعمل له تريم او اكستند او اي حاجة من الكلام ده. طيب تعالى نرسم مول. لو انا عايز ارسم حيطة، هاجي كده اقوم اعمل فيزابيليتي وارجع اللوحة بتاعتي تاني اللي هي بي 1 دي، واقول له اوكي، هلاقي اللوحة ظهرت. الحيطة مكانها فين؟ هقف في بيزمنت 1 ده، انا عندي الكور مكانه هنا صح؟ هاجي كده اقول له ستراكشر، هلاقي في حاجه هنا اسمها وول، هقول له ستراكشر وول، هلاقيه بيقول ان السكنس بتاعها 300. لو انت عايز تخش تعدل فيها تقدر تخش تعدل فيها من هنا، تعمل له ايديت وتدي له السكنس بتاعها والماتيريال بتاعتها وكل حاجه، وبعدين تقول له اوكي. هتقوم ترسم له ادي الحيطه بادئه من هنا، البدايه بتاعتها اهي، وبعدين بقى لحد ما تروح للسنتر بتاعها وهنا، وبعد كده لحد هنا. طيب تعالى كده نشوف الحيطه دي اترسمت ازاي. هاجي كده اقف في 3 دي فيو 3 دي، هتلاقي الحيطه اترسمت تحت بالمنظر ده كده. اوكي طيب تعالى مثلا نقف في البيزمنت تاني. انا عندي حيطه هنا عايز ارسمها، يبقى هقول له ستراكشر وول، والول بدايتها بس خلي بالك تكون لايت الول صح. وبعد كده هاجي اقف في 3 دي، هلاقي الول اترسمت تحت هناك اهي. تمام طبعا، يبقى احنا كده رسمنا كمر، رسمنا اعمده. طبعا يعني الكلام ده هيتعمل لكل الكاميرات وكل الاعمده، انا بس هاخد وقت عقبال ما اعمل الاينمنت ليهم كلهم. بس انا عملت اكزامبل 5 اعمده وكمرتين والبلاطه، وبعد كده عندي اللي هو الحيطه. طيب افرض انا عايز اعمل الرام، يتعمل ازاي بقى؟ دي مشكله كبيره جدا، اعمل الرام ده ازاي؟ بص بقى، انا ممكن اجي
في البلان اللي هو البيزمنت ده او في 3 دي واقف على البلاطه واعلم عليها كده. انا عايز اخد الرسمه دي كوبي، بس ثانيه كده انا هحاول عشان ما ارسمهاش تاني. وبعد كده هطلع بره وبعد كده هقول له انا عايز ارسم ستراكشر فلور ستراكشر، وهقول له كنترول في بيست الاين تو كرنت فيو. شفت انا عملت ايه؟ بدل ما ارسم البلاطه بتاعت الرامب تاني خدت ايه؟ خدت حدود البلاطه اللي انا كنت عاملها فويد، خدتها كوبي عشان ما اقعدش اقع بقى في موضوع ايه؟ خط قطع خط او خط اوفرلاب مع خط تاني. وبعدين كاني برسم بلاطه من الاول. خلي بالك انا طلعت بره الامر بتاع البلاطه، فانا برسم بلاطه فوق بلاطه. تمام؟ يبقى كده الرامب ده انا لو دوست على علامه صح، هو هنا بيقول لي ستراكشر فلور سبان دايركشن، ايه المشكله فيه؟ احنا رسمنا نفس البلاطه على نفس الشكل. ايه؟ رسمنا نفس البلاطه على نفس الشكل. ما احنا دلوقتي هنظبطها بس. بس ليه يعني؟ عشان هو لازم ولا بس من غير ما حددها المفروض يعملها. انا عملتها كده. هو احنا طب منين الاسبان دايركشن؟ من نفس الرسم دي بس انا ده الستوب ارو الاسبان دايركشن. ايوه Do you like the walls? Yes. Highlighted walls, ماشي. طيب تعالى كده نيجي على الفيو. طيب المفروض الرام بترسم كده. انا لو عايز امسك البلاطه كده انا ماسك البلاطه، لو انا دوست تاب مسكت الرام، دوست تاب تاني يبقى البلاطه. تمام؟ لو انا عايز انقل ما بين السلكشن ادوس تاب كده يبقى انا ماسك البلاطه، ادوس اسكيب عايز انقل يبقى تاب، يبقى انا كده مسكت البلاطه بتاعت الرام. اقدر البلاطه بتاعت الرام دي اخش جوه قائمه موديفاي بتاعتها وبعدين المفروض هنا قائمه موديفاي دي مليانه اللي هي موديفاي سب اليمنتس، وادوس على موديفاي سب اليمنتس دي هلاقي النقط بتاعتها فتحت وتقدر تدي له الليفلز بتاعت النقط دي. يعني اقدر اقول له خد لي ده نزله لي سالب 3 لتحت انت هتلاقي ايه دي نزلت، بس خلي بالك هي عليها نقط كتيره تانية. طيب المفروض بقى انت تقسمه الحتت، يعني تقسم الرامب ده لحتت والرامب دوت يعني مثلا هتيجي هنا تقوم حاطط سب اليمنت اد بوينتس او اد سبليت لاين، يعني مثلا ممكن تاد سبليت لاين هنا. ايه عملنا ايه عشان احنا كنا مفضيينها؟ خدت البلاطه دي كده، مش ده مش دي الفراغ بتاع الرام؟ مش ده كان الجزء اللي احنا كنا عاملينه فراغ الرام؟ انا قلت بدل ما ارسم حدود البلاطه دي تاني خدت فراغ الرام ده كوبي وقلت له ايه كوبي بالمنظر ده اتخزن في الذاكره بتاعه، انت رحت قايل له سكيب بره خالص وهرسم بلاطه اللي هي بلاطه الرام، هرسمها على نفس المستوى قلت له ستراكشر فلور فلور ستراكشر ماشي. هاجي بعد كده ترسمها زي كما كنا بنرسمها بيك لاين وتقعد ترسم البتاع الرامب ده لاين لاين. طب ما انا اصلا واخده كوبي فاقول له بيست هلاقيه جه في مكانه، وبعد كده اقول له فينش هلاقي الرامب ايه؟ هلاقي الرامب اترسم بعد ما اقول له فينش، يعني خدته كوبي. طبعا هو هنا عشان انا خدتها كوبي بيست فهو بيقول لي حدد الايه السبان دايركشن ده 1 واي ولا 2 واي ولا ايه بالظبط، بس المفروض لو انت راسمها من الاول ممكن لو انت راسمها من الاول على طول يقوم عاملها لك، يعني تقوم قايل له اوكي قوم راسمها. طيب تعالى كده نيجي على ال 3 دي فيو 3 دي وامسك له البلاطه دي كده، عايز انت تغير ليفلز عليها. طب هي الليفلز بتاعتها متغيره، يعني كان مره بزيرو تحت
بعد كده طلع مثلا نص متر ربع متر، فانت تقدر تقسمه لحتت. يعني انا اقدر اقسم الرامب ده لاجزاء منين؟ من العلامه دي اللي اسمها موديفاي سب اليمنتس دي. ممكن اضيف اجزاء اد سبليت لاينز عليه، يعني ممكن اد سبليت لاين كده، سبليت لاين تاني كده كده زي الستيشنز كده. في رام بس تاني ده اركتكتشر، لكن ده كده بلاطه ستراكشر. يعني في البرامج الاناليسيس مش هو يفضل ان هو يترسم بلاطه زيه زي عادي اي بلاطه، بس انت ممكن تيجي هنا على اركتكتشر، بس هنا انت دخلت في قائمه اركتكتشر وتقوم راسم رام عادي جدا بهنا، بس بيبقى له بقى ايه حوارات تانيه، يعني حاجه شبه الاستير كده، وانا بقى نعرفها مع بعض لما نيجي نتكلم عن الاستير. طيب نرجع تاني للستراكشر. انا عايز اعدل بقى المناسيب، ممكن تمسكهم بقى جنب جنب كده. سوري، طبعا انت لو دوست على اي واحده من دول دبل كليك، فبالتالي هو فاتح لك انك تعدل فيها، فعشان تخرج لازم تدوس على العلامه الحمراء دي وتقول له فينش، تمام؟ هتقوم خارج بره، تمسك البلاطه بتاعتك. انا مش عايز امسك دي، انا عايز امسك دي، واقول له ان انا عايز اعمل موديفاي للسب اليمنتس، وتبتدي تحدد منسوب الجنب ده جنب جنب. يعني تقول له دوت سالب 3 مثلا، انتر، تقوم محدد ده مثلا سالب 2.5، انتر، هتحدد ده سالب 2، انتر، هتحدد ده سالب 1.5، وهكذا بقى سالب 1. ايه ده النقطه دي ما جاتش معانا؟ هو المفروض تمسك الجنب 3.5 مثلا، 1.25، اصل هنا في نقطه معهاش نقطه الناحيه الثانيه. طيب سالب 1.5 مثلا. انا بس انت المفروض طبعا عارف انت المناسيب دي وعاملها، فبالتالي تقدر تحدد كل واحده على ليفل كام. طيب انا هنا مثلا هقول ان دي سالب 1، سوري لا، عشان يبقى شكله ظريف يعني، سالب سالب 1 سالب 0.8. النقطه دي ما نزلتش طبعا. في حاجات يعني هنا في يعني مثلا حاجه زي دي، في خط انا بختاره وبحدد المنسوب بتاعه، اما هنا دي نقط ما عليهاش خطوط، فبالتالي كمل اولى انك ترسم عليها خط وبتبتدي تحدد منسوبه، او تمسك النقطه ذات نفسها وتديها المنسوب بتاعها، لان انت ساعات عايز مثلا تعمل ارتفاع ظهر عن البطن، فبالتالي انت عايز النقطه دي على منسوب والنقطه دي على منسوب تاني وهكذا، وتبتدي تغير مرضيه محدده لوحده. يعني انت لما لا هو دي متحدده من الاول واحنا بنرسم الكيرف، لان الكيرف ما كانش حته واحده، كان متوصل عند كذا نقطه، فهو كل واحده كل توصيله حط عندها نقطه. وبعد كده مثلا دي 3.4 وابتدي بقى تحدد مناسبهم. المفروض يعني ان الرام بيظبط معاك بعد ما تظبط المناسيب دي، انا طبعا عشان عامله اي حاجه. فهنا انت مثلا عندك في البلان اللي انا كنت عامله هنا، Thank you.
يعني مثلا لو جينا كده بس عايز اوريكم المفروض الكلام ده يعني مثلا شكل الرام في الاخر بعد ما انت ما تقسمه وتظبطه ممكن تقسمه اي عدد من الاستيشنز انت عايزها في الاخر هتلاقي شكله بقى بالمنظر ده كده حاجه بالمنظر ده ونهايته مع وش الكاميرا اللي هناك دي بعد ما تظبط الاليفيشنز بتاعته مظبوطه تمام وده طبعا بعد ما تخلص الكاميرا كله وتعمل له الاينمنت هيبقى شكله حاجه بالمنظر ده هو بس انا حبيت اديكم بدايه ازاي بس تبتدوا دلوقتي انا معايا الهارد بتاعي ممكن تبتدي تبص طبعا انا مش قادر اعلمك البرنامج كله في 3 4 حصص بس انت محتاج مجهود منك مجهود ذاتي لازم انت تشتغل بايدك تبص على فيديوهات بس انا اديتك اللي فيه السليم يعني الكاميرا بتتعمل ازاي العمود بيتعمل ازاي الحيطه واحده واحده بقى شويه الاوبشنز دي هنا بعتها الفيديو عشان اعمل نبتدي كده والمره الجايه